الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأجمل التسليم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأفاضل، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم، فمرحبا وحيا هلا بكم. نتحدث اليوم بعجالة عن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حقيقة يعني في ملاحظة، هي عمرها سنوات لكن عم تتجدد، كل يوم بيطلع لنا شيء جديد. قبل فترة أشهر أو حتى سنة أو أكثر كان سيارات الديليفري هذه الصغيرة عاملة مشاكل، ما بتعرف منين بيطلع لك، من هون بيطلع، من هون بيطلع، من هون، وبطريقة جنونية. وهذا طبعا بعد السؤال والتحري عنهم، قال هذا بيأخذ، ما بيعطوه راتب، بيعطوه على الطلب، يعني بودي طلب بيطلع له مبلغ. فلذلك هو حريص أن يعني يرسل أكثر عدد ممكن من الطلبات، فهو على حساب حياته، على حساب أرواح الآخرين بيشتغل هالشغلة هاي. بعدين طلعونا اللي هم سواقين التنكات، يعني تخيلوا سايق تنك يسرع بطريقة جنونية، وخاصة انه الغالبية من هؤلاء لا يحمل الا رخصة سوق خصوصي، ما معه عمومي، حتى عمومي ما معه، فضلا انه يعني يكون معاه رخصة كبيرة يسوق شاحنة مثل هذه. يقف على دوار بيعمل طوشة، بيسكر الدوار، هذه مشاهد مبارح اول مبارح بالايام هذه. يعني الان طالع نوع جديد عم بلاحظهم، اللي هي السيارات الثلاجات، هذه شاحنة ديانة أو أصغر منها شوي، مسكرة هي بتكون شاحن، والغالب إنها هذه سيارات ثلاجة يعني بتكون. هؤلاء يعني يقودوا السيارة يعني بطريقة جنونية، وكأني يعني ألاحظ إنه شكلهن واحد، لونهن أبيض ونوعهن كوري، يعني مش عارف أنا النوع، لكن سيارة كورية. ملاحظ يعني كثرتهن في البلد، ونفس الطريقة ونفس الجنان بالسواقة. أعتقد إنهم بعود إلا مؤسسة واحدة، يعني بجوز لشركة واحدة. فهؤلاء أيضا يقودوا بطريقة يعني ليست بالعقلانية وليست مؤدبة حقيقة. واليوم حتى وأنا جاي في الطريق آخر واحد فيهم السباق بطريقة عجيبة، وأنا بعرف إنه مثل هاي السيارة ما بيمسكها بريك لمرة واحدة، بل تحتاج لأكثر من مرة حتى توقف مثل هذه. واللي بيسوقوها شباب صغار، يبدو انهم حتى رخصهم خصوصي. فما بعرف هل يعني التهاون في الرقابة، ام انه هؤلاء يعني يخالفوا الآية الكريمة ان يمشون على الارض هونا. يعني بدها شوية اخلاقيات في القيادة، قيادة هذه السيارات وهذه المركبات. يعني سبحان الله، ثلاث أنواع متكررة فيها المشكلات منذ سنتين وثلاث وأربع ولليوم. باصات الكوستر هذه اللي هي بتنقل الركاب، هذه حدث ولا حرج، يعني ما بضلش إلا يركب فوق السيارة مشان يجاوز، وخاصة إذا بتسابق مع باص ثاني كوستر مشان يأخذ راكب، يعني بكون في قدامه باص مماثل لمهنته أو على نفس الخط، فهو بيحب يعني يسبقه ويتسابق معه حتى يأخذ ركاب اللي قدام منه، ثم يطير مرة ثانية وهكذا. للأسف الشديد أشيد بإخواننا رجال الأمن العام، وبالأخص رجال السير الذين يلقون الليل بالنهار
واللي بيفطروا على الدوار وأكرمهم سيدنا، وأعتقد مدير الأمن العام تفضل بزيارتهم بالأمس، وكلنا يعني نعرف الجهود التي يبذلوها. عليهم أن ينتبهوا لمثل هذه النوعيات حتى تنضبط. ويعني أنا أقترح على أخي وزميلي مدير الأمن العام فاضل باشا الحمود، وهو يعني ضابط متمكن وبيعرف شو بيشتغل، إنه البلدان الأخرى المجاورة اللي تعلمت دورات عندنا الآن فيه طريقة صارت للمخالفات لضبط مثل هؤلاء، بدل ما ابن فلان والله فلان ولا تخالفني وهاي آخر مرة، رجال السير في الدول المجاورة معه جهاز الخلوي، جهاز هذا بصور السيارة وهي مخالفة ويدخلها وبتنزل على النظام على السيستم على طول صورة السيارة ومخالفتها ورقمها مباشرة بخالف، سواء كان يقف بالممنوع، وهذا اللي قاعدين بنشوفه يعني الوقوف بالممنوع حدث ولا حرج، المزدوج والثلاثي والرباعي حدث ولا حرج، الباصات اللي بتسابق الشاحنات، هذه شاحنة تعتبر اللي طالع جديد، هذه يبدو كما ذكرت لكم انها لمؤسسة واحدة لانه شكلهن كلهن لون ابيض ونوعية واحدة وصناعة كورية، يعني هونداي او كيا او حاجة مثل هذه. فحقيقة لو فعل هذا النظام انه رجال المرور رجال السير يكون معاهم نظام التصوير بالنظام الخلوي او الجوال او التلفون الخلوي، ويصوروا مثل هذه الحالات ويكونوا باللباس المدني، يعني مباحث سرية، لا بيقدر الشرطي لا سمح الله انه يجور على هذا الشخص لانه صورته موجودة ومخالفته موجودة، الصورة موجودة على السيستم وبتنزل على سيستم المخالفات، وبنفس الوقت ما بيقدر هذا يقول أنا مش مخالف لأنه مخالفته واضحة في التصوير. الأخت جنان الدعجة من عمان، سلام عليكم. ألو. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا وسهلا، آسفين طولنا في الرد عليك يا بنتي. كل عام وانت بخير يا شيخ. وانت بخير وصحة وهدات بال يا رب. تفضلي يا جنان. في مجال يا شيخ بدي رقم تليفونك لاني محتاجك بموضوع. طيب في مجال تخلي رقمك عند الزملاء ونتواصل معك بعد البرنامج؟ الو الو. تركي رقمك عند الزملاء في الاتصالات في الجاليري واحنا بنتواصل معاك ان شاء الله. الاخ مصطفى بن ياسين من اربد، السلام عليكم. الاخت جنان عيد الاتصال مع الزملاء واعطيهم رقمك. الاخ مصطفى بن ياسين انقطع الاتصال. نعود الى حديثنا. في رمضان مدرسة تربوية، حقيقة مدرسة في التربية، تربية الاخلاق السلوك. كثير عم نسمع يعني المشاجرات اللي قاعدة بتصير سواء يعني على المحلات التجارية أو على البقالات أو في الشوارع أو زحمة السير، وكأنه يعني هالشهر المفروض أن يعلم الناس الأخلاق وليس أن يزيد من مشاحناتهم. وبتعرفوا انه رب العالمين يغفر للناس الا المشاحن، قال المشاحن اللي هو اللي عامل مشاجره مع غيره. الاخ عدنان عواد من الطفيل، السلام عليكم اخوي عدنان. الله، كيف حالك يا دكتور؟ يا هلا ومرحبا، حياك الله وبارك الله فيك. حياك الله يا سيدي. سيدي انت حقيقه يعني في هذه الاطلاله تنصح الناس في الدين وبارك الله فيك. الله يجزاك الخير يا سيدي لنا ولك الأجر. يعني الآن قبل قليل يعني كنا في بيت الله أحدهم يقول لا تنتظروا الأذان، أذان المغرب، أفطروا عندما تغيب الشمس، أفطروا عندما تغيب الشمس. الناس قاموا فالناس قال طيب إحنا نعلم كما متى تغيب الشمس، يعني أحيانا بكون في غيم، احيانا في بناء عالي احنا شايفين لا شمس ولا غابه الشمس،
في عندنا عجائز، في عندنا أرامل، في عندنا ناس، في عندنا كذا. قال لا، هذا خلاف، لا يجوز لكم أن يعني تقبل الأذان. يعني أخوي عدنان نطلع زي القيعان على ظهر البيوت؟ لا، هذا لا بد نسمع منك، يعني حتى يعني مثل ما أقول أنت تسبع الناس حتى يكون عندهم. نطلع زي القيعان على ظهر هالدور ونضل نطلطل. غابت ما غابت. تتذكر زمان يا حاج عدنان لما كانوا قبل الستلايت والفضائيات؟ نعم. كنا الله ينعم عليك نحط شبكة على ظهر الدار، واحد على السطح بلف بالشبكة، واحد على زاوية البيت، واحد على باب الدار، واحد جوا. روح يمين روح شمال. هسا الحمد لله على الأجهزة كلياته. طيب، وإحنا تطورنا، متى هاللاسة يعقولها بدها تتطور؟ يعني بقول لا، بقول حتى جاء بحديث، يعني طبعا هذا يعني سيعرض وسلم، بس ما كان في وقت وسلم يعني هذه الأجهزة. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع من يعني الله يهديهم، الله يهديهم. نسمع من سماحة الشيخ القول الفصل. أبشر 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 يا سيدي وإياكم. أم محمد من الطفيلة، السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم. يبدو فصل الخط. الأخ عيد العيسى من المفرق، السلام عليكم أخ عيد. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حال الدكتور؟ يا هلا ومرحبا. الله يعطيك العافية سيدي. الله يعافيك ربي. سيدي، أنا أقول إن الذي يدخل في مدرسة شهر رمضان وما يستفيد منها، ما احترامي له، هذا إنسان غريب. نعم. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال بمعنى الحديث يعني الإنسان إذا كان صائم إذا سابه إنسان أو قاتله فليقل إني صائم، يعني هذا يؤدبنا الصيام. لماذا؟ ليس فقط أصوم على الطعام والشراب، فإن سابه أحد أو شفى ليقل إن امرئ صائم. لا إله إلا الله، بتحكي مع الواحد بيقول لك صائم، روح عني، اذهب عني كذا. فشهر رمضان شهر عظيم سيدي الشيخ، اسمعنا يعني علمنا الأداب، علمنا الأخلاق، يعلمنا الأمور اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا بها. شهر سكون بركة ودعاوي سيدي الشيخ. يا سيدي. سيدي كمان أنا في هذه السيارات اللي تحدثت عنها، نحكي من البادية يا سيدي. أنا بس بعتب على الأباء وليا الأمور اللي بيعطي السيارة الابن لم يبلغ الحلم ولم يدرج عليه القلم، بيعطيه المفتاح وبيصير بيدور بالحارة أو بيدور بالمدينة أو على الطرق أو على الطرق كذا، تسمع صعيد البريكات وكذا، والأب جالس نايم. نسأله ليه؟ قال والله خذ المفتاح، والولد بالصف الخامس أو السادس. هذا الأب ولما يعمل حادث أو يقتل أحد بروح يبوس أيادي. دكتور، احنا دكتور تعرف تكرمت، يعني كلنا أبناء عشائر وحمائل والله يبارك فيك. احنا ما مشكلتنا غير شربة القهوة العربية وحل الوئام محل الخصام، والإنسان بيروح فنجان قهوة يروح نتيجة سائق طائش، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو واحد صاحب اتباقيات، أو طفل صغير. ويعني حتى بعض الناس ترى تلقى يا سيدي لما يصير الحادث، قالوا الطفل يعمل الحادث بيجيبوا واحد ثاني معه رخصة تزوير يقولوا هذا كان يكون السيارة. هذه الشغلات والله حدثت أمامي وحدثت على مسمعي وحدثت على، لكن سنة قتل الله سبحانه وتعالى، من قتل نفسه فكان من قتل الناس جميعا. ليس فرق بين أصحاب السلاح وقت الإنسان، عندما أنا ارتكب إثم. وشو الفرق بين السيارة مع واحد طايش أو ضعيف في السواقة وبين الطلقة؟ هذه بتقتل وهذه بتقتل. والأمر الآخر سيدي الشيخ تكرمت، تفضل. يعني أنا كنت باجي من هالمفرق، بيوقفونا الشرطة جزاهم الله خير رجال الأمن، كل الشكر لهم والله، إن نرفع القبعات احتراما لرجل الأمن، والله يعطيهم العافية، والله فعل المجاهدين في سبيل الله. ليس الجهاد محمل السلاح أنا وأقاتل، ولكن الجهاد إنه أنا أنهى عن الأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لكن أنا ألاحظ إنه بعض المواطنين، يعني البعض منهم مش كلهم، يعني عنده يعني سوء في الأدب، يتمادى على الشرطي ويحكي على الشرطي وهات مش عارف كيف وكذا، لكن انا ما لاحظ في ردع. طيب يا اخي هذا كلب جو زي ما يقولوا، وحطه بالسياره. لا هسه في بدي بشرك ببشرك اخ عيد، هسه ما فيه اللي بمد ايده على شرطي في له جزاء رادع. وبعدين انا بشكر يعني من خلالك ومن خلال المنبر اللي احنا فيه رجال الامن في محافظه الزرقاء، يعني ضبط الامن على الاخر الان في محافظه الزرقاء على قدم وساق، وان شاء الله تحذو حذوهم باقي المديريات والادارات. دكتور تفضل. اذا تكرمت، احيانا الناس اول سبحان الله توجه الى الله،
ثم نشر جلالة الملك إن واحد يقدم على الشرطي أو يهين رجل آمن إنه فعلا يأخذ عقابه بالشكل الصحيح. إذا أهين قدر الجيش وقدر الشرطة قدر رجال الأمن. إذا أهين إذا أهين المعلم ورجل الأمن فقرا على الدنيا السلام. والله السلام سنين هذول ما بنهانوا. والله يا سيدي إنه فعلا في هذه الأيام إنه نحن بحاجة إلى الرجوع إلى كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا شكرا لكم يا سيدي. أم طه من إربد، سلام عليكم. السلام عليكم. سلام يا أم طه. يعطيك العافية شيخي. الله يعافيك يا ربي. والله لو سمحت عندي سؤالين لو سمحت. اتفضلي أمري. الوالدة حاطة بنك الحج 3000، مبلغ 3000 للحج. نعم. هل يتصدق عنهن؟ قصدك زكاة؟ زكاة. مضى عليهن حول؟ لا السنة هاي حطتهن أو العام يمكن. ما بدنا نعرف مضى عليهن حول ولا لا. لا هي مخليك ما عدس أتأكد منها. السنة حطتهن السنة حطتهن. يعني ما مضى عليهن سنة. العام المضى يا شيخ. إذا مضى عليهن سنة 12 شهر وكانت قيمتهن قيمة 81 غرام ذهب بتطلع عليهن 2.5% بتقسمهن على 40 وبتطلع النتيجة. السؤال الثاني هي ماسكة عدة، جوزها متوفي له شهرين تقريبا. الله يرحمه ويتغمد روحه. الله يسلمك يا رب. هل يجوز انها تروح مثلا تفطر عند ابنائها اولادها يعني متزوجين؟ يجوا يفطروا عندها اذا في ضرورة بتطلع، لكن اذا ما في ضرورة هم يجوا يفطروا عندها. يجوا عندها يجيبوا فطورهم واولادهم وعيالهم يجوا يجيبوا كناينها عندها. هم بيجوا والله، بس هي يعني هو كمان بتقولك يعني ان اولادها كمان الى حق عليهم بتروح تزورهم ببيوتهم يعني مثلا. اذا في ضرورة تروح، لكن ما في ضرورة الافضل العدة في البيت. أيوة تخرج فقط للضرورة. يجزاك الخير ويعطيك العافية. يا مرحبا وسهلا. امل محمد من معان، سلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيكي. بدي أسأل هل المكياج في رمضان يفطر أو لا؟ المكياج؟ في رمضان. يعني وين بتروح فيه، لزوجها ولا بالشارع؟ لا للزوج في الدار. لزوجها في البيت؟ أيوة. نجيبك إن شاء الله. وجزت لك السؤال ثاني كمان. تفضلي. الخمار الكامل المرأة واجب عليها أم لا؟ إيش هو؟ الخمار الكامل. الخمار؟ أيوة. كاملا؟ أيوة. يا واجب ولا لا؟ ايوه نعم. نجيبك يا بنتي ان شاء الله. العافيه. هلا بك. فارس العدوان من عمان، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور محمد. يا مرحبا وسهلا. كل احترام لحملة الشعار، كل احترام لحملة الشعار ولا رجال الامن العام ولا شرفاء واللي حافظوا على الوطن، وهنيئا لكل صاحب خلق ودين يحافظ على شهر الفضيل ويحافظ على صلاته وعلى صيامه ويبعد عن الشبهات. هنيئا له بهذا الشهر الفضيل. يا دكتور محمد احنا عاهدناك، بل عاهدناك في برنامجك الوطني صاحب الخلق والدين وقناة الحقيقة على هذا البرنامج الهادف للوطن، وانت دكتور محمد مقدر عند جميع ابناء الوطن وعن شيوخ العشائر. ولك التحية ولكل الامن العام وحملة الشعار. كل الاحترام لكم يا سيدي. الو الو اخ فارس، السلام عليكم. الاخت ام احمد الضمور من الزرقاء. الو. تفضل يا ام احمد. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخي. الله يعافيك ربي. لو سمحت انا عندي سؤالين. الاول. السؤال الاول، انا منفصلة عن زوجي واولادي بحضانتي. نعم. طبعا انا باخذ لهم نفقه، اولاد صغار 2 اقل من 10 سنين. هسه زكاه الفطر علي ولا على والدهم واجب؟ انت بتاخذي نفقه؟ انا لا، نفقه للاصغر الصغار. اها. نفقتهم موجوده، من نفقتهم بتطلع زكاه الفطر. يعني واجب علي انا ادفعها. من نفقتهم، مش بيعطيهم نفقه هو؟ بالضبط. هلا من النفقه بتطلعي زكاه الفطر تبعتهم، من نفقه كل واحد فيهم. والأصل إنه هو يطلع النفقة يطلع الزكاة، لكن احتياطا تطلعيها أنت، لأنه مرات الرجال المنفصلين غالبا ما بينتبهوا لهيك شغلة.
إن شاء الله. ولك الأجر والثواب إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الثاني شيخي. اتفضلي. حبيت أروح على الجامع أصلي صلاة التراويح. نعم. لكن الشيخ صلى صلاة التراويح 8 ركعات 4 ركعات بدون بيناتهم تشهد وراء بعض سحبهم، وبعد الركعة الرابعة صلى تشهد والصلاة الإبراهيمية، وكمان رجع صلى كمان 4 ركعات بدون ما يكون في بيناتهم لا دعاء ولا حديث ولا حتى سمحنا أنه نسبح. يعني كل أربع ركعات بسلام واحد؟ سلام واحد. أيوه. حتى تشهد واحد وتشهد أخير. تشهد أخير ما في بين الركعتين تشهد. أها. صلاته مضبوطة ولا إن شاء الله؟ إن شاء الله أنها مقبولة، نجيبك إن شاء الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أم نائل الكيلاني من الزرقاء، السلام عليكم يا أم نائل. عليكم السلام يا سيد الشيخ. يا مرحبا وسهلا. الله ينور عليك يا رب. وإياكم إن شاء الله. آمين. سيدي عندي سؤالين بسيطات إن شاء الله. اتفضل. أول سؤال، بقرأ القرآن أنا يعني بأيام شهر رمضان، لكن لا أستطيع أن أوضع الحجاب الكامل، يعني بقرأ وأنا مكشوفة الرأس أو اليدين. نعم. يعني هل في شيء يعني أقرأ متحجبة أحسن ما أقرأ بالشكل، لأنه بسبب الحر والله يا سيدي. شوب بالزرقة يعني. شوب. نعم سيدي. نعم. والسؤال الثاني، أني أنا بصلي التراويح في البيت لكن بس بقرأ سورة الفاتحة، ما بقرأ قرآن يعني خلال الركعات. مش حافظة شيء من الآيات القصار؟ والله حافظ يا سيد الشيخ، والله حافظ الحمد لله. طيب اقرأ منهن ولو آية. يعني لازم يعني صلاتي فيها شيء ولا يعني؟ صلاتك صحيحة. نعم. لكن الله ينعم عليك، بس لو زدتي آية بعد الفاتحة بكون أبرك. واقرأوا ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نسأل الله الله يتبين. آمين. آمين. غنى حويطات، يعطيك العافية. الاسم صحيح يا بنتي؟ غنى الحويطات. هذا اللي كتبها الإملة غلط، غنى. مش مشكلة. يلا كله والنعم يا غنى. والنعم فيك يا رب. شيخ أنا عندي سؤال بشكل عام عن صلة الرحم في رمضان. نعم. هسه احيانا بيكون في ناس مثلا من قرايبك انت مزعل معهم، او مو شرط انت مزعل معهم، يمكن هم ما بيحكوا معاك وإشي يعني، فهل عليك اذن اذا انت مثلا انه كمان نفس الإشي يعني ما حكيت معهم وقاطعتهم مثلا؟ يعني واحد شاطر زي غنى ومتعلم ومثقف وما شاء الله عليها، ما بصير تقاطع ناس بجوز انهم مش قارين. لا انا بحكي بشكل عام يا شيخ، انه في ناس احيانا بيكونوا يعني انت عادي معهم كويس وكل شيء، بس هم اللي ايش، هم اللي بيبادروا بالقطيعه، هم القطوعين يعني، او مثلا او معاملتهم سيئه جدا يعني، بحكي لك صراحه يعني يكون معاملتهم معك مش كويسه، فهل انت عليك اسم انه خلص يعني انه ما مثلا ما ترن عليهم او ما تتواصل معهم؟ لا انت عامليهم بدينك وهم يعاملوك يعني انت مثلا. اوكي انا بدي احكي بشكل شخصي، يعني انا مثلا في ناس من قرايبي انا بحكي معهم بتواصل معهم، بس هم الشيخ يعني كيف بدي احكي لك يعني هم سيئين معي يعني ما بيحكوا معي، او احيانا حتى تليفوناتي ما برد عليهم، فانا علي اسم انه انا خلص ابطل ارن عليهم ابطل اتواصل معهم؟ دق على الحافر ودق على المسمار، مره هيك ما نظل نتصل يعني فيهم وهم مطنشين، ما نظل متواصلين معاهم على طول وهم مطنشيننا، لكن بالمقابل ما نقطعهم، نخلي بيننا وبينهم شعرة معاوية إن شاء الله. الله يجزاك الخير. يا هلا يا بنتي، يا مرحبا. تامر الزعبي من الرمثة، السلام عليكم أخ تامر. السلام ورحمة الله، كيفك سيدنا الشيخ؟ يا مرحبا وسهلا. الله يعطيك ألف ألف عافية. الله يعافيك وبارك بعمرك. سيدنا الشيخ بس على ثلاث أسئلة عن قلبه. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لسنة القبلية، سنة الظهر القبلية اللي هي 4 ركعات، في تشهد أوسط ولا إنه ركعتين سلامين يعني؟ نعم. السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني سيدنا الشيخ اللي هي صلاة الوتر اللي هي 3 ركعات. نعم. فينا بعض الأئمة بالجوامع مثلا بيصلي 3 ركعات مثلا متواصلات بدون تشهد أوسط. الكيفية أنت بدك ركعتين. الكيفية ها؟ الكيفية صلاة الوتر كيفيتها؟ كيفية صلاة الوتر. السؤال يعني الثالث في تشهد أوسط
الثالث اللي هي مقدار بالضبط يعني قديش كفارة اليمين، إذا واحد حلف يمين مثلا يدفع كفارة على المسكين، طيب شو يجي إذا الواحد بيقدر يخرج هناك قديش مثلا بالضبط؟ نجيبك إن شاء الله أخت عمر. الله يعطيك العافية. يا مرحبا وسهلا. حياك الله. الأخ عدنان من الطفيلة عدنان عواد يعني يقول أحد المصلين وقف في المسجد، طبعا للأسف إحنا عندنا مشكلة، ناس متدينين بدون علم، في ناس صارت عندهم هذه، وهذه مشكلة نواجهها، التدين بدون علم، فيحفظ بعض الكلمات بعض الأحاديث كم آية ثم يقوم ويقف بالشارع ويقف، يعني بالله عليك تفطر ناس، افرض واحد نظره ضعيف وين يدور على الشمس غابت ولا ما غابت؟ هاي اليوم الجو غطيطة خماسيني، لا احنا شايفين الشمس وين راحت ولا وين اجت، احيانا بكون امطار احيانا بكون غيوم، يعني يقف في المسجد وبس تغيب الشمس افطروا لا تستنوا الاذان، يعني هي بس تغيب الشمس ما هي لحظات وبيأذن، يعني الاساءات هذه اللي قاعدة بتصير والفتاوى اللي قاعد بتصدر وما إلى ذلك، أقول لهؤلاء اتقوا الله، اتقوا الله في صيام الناس، لا تؤذوا صيامهم، لا تؤذوا صيامهم. واليوم يعني العلم لا يتناقض، العلم الحديث لا يتناقض والعلم الصحيح لا يتناقض مع الدين، الدين يحترم العلم ويحترم العلماء ويقدرهم ويقدر علمهم، واليوم صار في تكنولوجيا حديثة تخدم هذا الدين وتخدم ديننا وتخدم إسلامنا، تخدم توقيتاتنا، ما بدي يعني كل يوم افرض نظرك ضعيف انت، وفعلا هذا اللي وقف في المسجد نظره ضعيف اصلا وعقله خفيف، ما بدي اقول اكثر من ذلك، نتق الله في صيام الناس. الاخ احمد جرادات، سلام عليكم اخ احمد. مرحبا يا سيدي، يعطيك العافية يا سيدي، عليكم السلام. ليش معصب يا ابو؟ الله يبارك فيك يا رب. ابو جمال يا سيدي. ابو جمال والله العظيم ما كنت اشكي لك عن بنت عمري 13 سنه شقلت يوم ضربتها سياره، والله ما اعرف ايش شايفين من سياره ضربتها، طالع من المدرسه ضرب الطياره فوق على التنده وظل ماشي، ولا مش عارفين لا الشرطه والمخابرات، بدي اسالك بعدين بدك تحلم بيها، والله ما في ديري اللي بعيط عليها بعدين بيها. طفله عمرها 13 سنه 57 بقوات مسلحة بالقيادة العامة من 25 سنة، والله يا حج أحمد، حج أحمد ولا على مخالفة ولا أنت مسوق الحمد لله، ما يتكسخ في الجامعة يرموك وتكسخ خصوصي، يعني أنا مش عارف يعني صلي 70 سنة مسوق 60 سنة، بس البنت هاي يا سيدي شو عمل لها كل يوم بحلم فيها، بعدين سيدي توفيت توفيت المهدرات والمفرقات، يعني والله يرموا الفرقات على النساء. حج أحمد وعلى ساجدين لله، والله حج احمد بجامع الغرب الصغير، حج احمد يعني اخوان ببيع المخدرات وفي المفرقعات، حج احمد بارك الله فيك، حج احمد اخذ واعطي. نعم سوري. الطفلة هاي اللي ضربتها سيارة وتوفيت، الله يرحمها، مش طالع من المدرسة توفيت توفيت سيارة وشقت توم حتى، والسيارة من هلسة مش معروفة توفيت زمان صحك يا رب، يعني توفيت الله يرحمها، توفى الزمان والله العظيم يعني كل بعلم فيها سيدي وبعيط عليها، شقت توم الله يقول ملك الجمال سبحان الله، الله يرحمها ولقيك فيها في الجنة إن شاء الله. الأخ يسري أبو راجوح أو يسرى أبو راجوح، الأخت يسرى أبو راجوح، ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا بنتي. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. كيف حالك؟ تمام الحمد لله، بس اسمعيني من التليفون. برنامجك حلو بجنن، والله أحلى من هيك ما في يا دكتور. الله يطول عمرك إن شاء الله. يا دكتور بدي أسأل على شغلة صغيرة. تفضلي. بالنسبة إلي عندي 4 بنات، ما عندي ولا ولد. نعم. إلي مبلغ في البنك. ما عندي شقتين، يعني شقة ساكن فيها وشقة مأجرها، وأنا استسمحت إخواني علشان إيش إنه يعني لما الله يأخذ أمانته يعني أحط هذا المبلغ لبناتي. نعم. وبالنسبة للشقة، شقة يعني إلي وشقة للبنات باسمهم، يصير طيب. هذا وزوجك وين؟
ألو، زوجك موجود؟ ألو، يعني أبو العيال موجود؟ ها؟ أبو العيال موجود؟ ما في عيال، ما أولاد، ما في. البنات؟ بس كله بنات، عندي أربع بنات. طيب وأبوهن موجود؟ موجود أبوه. طيب وكيف تحطي يعني باسمهن وباسمهم؟ ها؟ يعني ليش بدك تحطي الشقق هذه في الأسماء البنات؟ مو تعرف يعني بعد عمر طويل زي ما بقولوا البنات. الله يعطيك الصحة والعمر الطويل إن شاء الله. الله يبارك فيك. بدك نصيحتي؟ يعني عدم المؤاخذة ما في عندهم إخوان. بدك بس بدهم يتورثون، أنا بدي أخليهم باسم البنات. مين بده يتورثن يعني؟ مين بده يتورثن؟ باسم مين هن؟ شو؟ الشقق باسم مين؟ البيت باسم جوزي. طيب المبلغ باسمي انا. طيب وبكره بتجوزن الله يستر عليهن وبنبسطن. هن بتجوزات بس ظلت وحده. طيب بكره بتتجوز ان شاء الله وربنا بيجيب لها ابن الحلال الطيب يستاهل. الله بيبعث لها نصيبها. فانت خلي الشقه يعني باسمك. احصل المبلغ باسم البنات بصير؟ لا ما بصير. ليش؟ ما بصير؟ ليش تحطي باسمها؟ خليه باسمك. هيك ما شاء الله شباب، لانه ما في لهم اخوان. هيك شباب ما شاء الله. وانا استسمحت اخواني يعني استسمحتكم يا ستي. قالوا لي احنا مسامحينك دنيا واخره، اعمل اللي بدك اياه، ما بدنا منك شيء، خليه للبنات. هي يعني سبحان الله عائله ابو راجو عائله محترمه وفاضله ومعروفه. ما راح يسالوك يا انا بدون ما اعرف مين اخوانك، بعرف منكم ناس كثير يعني ما راح يسالوك شو ما تسوي. اكيد لكن الموضوع يعني ليش انت تستعجلي؟ ما بتدري هاي الحياه طويله. كثير ناس حطوا فلوسهم، كتبوا فلوسهم باسم اولادهم او بناتهم وندموا كثير. فانت خليهن باسمك، اذا احتاجت واحده منهن تعطيها يعني ما تعطيهن اذا احتاجن. ما احتاجنش، اتركي الموضوع لله وربنا يعطيك طولة العمر ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يسعدك. الله يبارك بعمرك ان شاء الله. الله يعطيك العافية. يا هلا ومرحبا. ابو العبد المشاقبي من المفرق، السلام عليكم ابو العبد. الو مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا سيدي؟ يا هلا بيك، يا مرحبا. يا سيدي فيني بصندوق مدخر بصندوق الحج 3000 دينار. نعم. الله ينعم علينا وعليه. وصرنا حوالي سنتين يعني بهن شيء سنتين وبهن شيء سنتين يعني عليهن زكاة يا سيدي. يجوز عليهن زكاة؟ طبعا. قديش يجوز عليهن؟ قسم 3000 على 40. 3000 على 40 بطلع عندك 75 دينار. بيجوز عليهن زكاة يعني؟ نعم، بدك تطلع عنهن 75 دينار ضرب 2 150 دينار. يعني بطلع 150 دينار؟ عن سنتين. عن سنتين؟ نعم صحيح. ايوه. طيب ساعتها في اخت حكت معك تقول لك 80 غرام ذهب وما نعرف ايش. والله ما مضى عليهن حول، حاطيتهن جديد بس يمضى عليهن حول اللي هن سنه، طلع عليهن عن السنه اللي بتمضي. طيب شكرا يا سيدي. شوف طبعا انت مقدار 81 غرام من الذهب قديش حقهن؟ حقهن 2170 دينار يعني هذا النصاب. ما دام منهن أكثر من 2000 ومية وكذا فبدك تطلع عليهن 2.5%. قسم المبلغ اللي معك تقسيم 40 الرقم. أيوة. بتطلعوا زكاة. ألا أنت عليك سنتين؟ سنتين علي. سنتين. وربنا طيب يبارك لك في مالك وصحتك إن شاء الله. آمين يا سيدي. حياكم الله. الأخ محمد الخرشة من الكرك، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف دكتور؟ يا هلا ومرحبا. كيف الحال؟ تفضل. حياكم الله، منا ومنكم العمل الصالح ان شاء الله. دكتور انا كنت رايح على المستشفى انا وابن اختي لي، فوداني هو بسيارته طبعا، وانا راجع قلنا انه يعني اكراما له بدي احط بنزين له بالسياره، فحلفت يمين قلت والله غير تميل على الفازيه. زوج اختك؟ قال والله ما بميل. وظلت الامور ماشيه، هسه على اليمين الان اللي حلفته شو يصير عليه؟ يعني انت حلفت الا تحط له بنزين؟ والله هو ابى ذلك، يعني ما رد علي. ايوه، انت اليمين اللي حلفته كان يعني يمين منعقد ولا لا والله والله وحكي؟ لا والله انا قلت له والله غير تميل على الفازيه، وميل ما تميل قلت لا والله غير تميل، قال لا والله ما نميل وين رايحه. وبكسر الهاء. عليك كفارة.
شو يا سيدي؟ كفارة اليمين، هسا نجيبك عليها إن شاء الله. سؤال خاص، ما بعرف عاد إذا في إمكانية ولا لا. اتفضل. أنا متوقع دفاع مدني أنا. نعم. فوالله كل يعني أنا صار لي 19 سنة متقاعد. الله يعطيك الصحة والعافية. يعني تقريبا العمر الآن 57 وشوي. شباب ما شاء الله. أيوة، فوالله كل سنة بقدم للمتقاعدين الدفاع المدني عندنا إنه يناسبنا الحظ مع الشباب مع كذا. أنا تقاعدت بس بدي أعطيك فكرة عن الموضوع. أيوة. إحنا لما أنا إجيت على الدفاع المدني لم يكن هناك حصة للمتقاعدين، ما فيش يعني للمتقاعدين، فأنا ارتأيت أن يكون هناك حصة للمتقاعدين، فطلعنا 3 مقاعد للمتقاعدين. أيوة. إقليم الشمال، إقليم الوسط، إقليم الجنوب. أيوة. أقدم واحد هو، أقدم واحد بتاريخ تجنيده هو اللي برو على الحج، وبدأنا نسير على هذا الطريق. رأيت؟ يعني ما بننتبه للرتبة، بننتبه لتاريخ التجنيد. أقدم واحد في الإقليم الجنوب، أقدم واحد في إقليم الوسط، أقدم واحد في إقليم الشمال. إن شاء الله تكون مؤتمن أنت على الموضوع يعني. بالإضافة إلى حقه لدى مؤسسة المتقاعدين العسكريين، يعني له حق، وبدأنا نسير على هذا الطريق. احنا بدنا حقنا من معاكم انتم الدفاع المدني، كنا خدمنا في الجهاز 18 سنة. انت قدم كل سنة وشوف مين اللي بيطلع. يعني اعتقد اللي انا اشوف يعني زي ما تقول الواحد اول 5-6 سنوات قدم وما في شيء. لا يعني قدم كل سنة. والله انا ما قدم. انت قدم لانه ما بنعرف انه الشخص هذا له رغبة بالحج ولا ما له رغبة، هو شرطها فقط الاقدمية وان لا يكون حج على حساب الدفاع المدني بس. يا سيدي انتم ان شاء الله انا ما بتقصر، انتم مؤتمن على الوضع يعني ان شاء الله بالاحقية ان شاء الله. ربنا يوفقكم ان شاء الله. والزملاء ما راح يقصروا معكم. احنا عن طريق طبعا مديريات الدفاع المدني. عن طريق المديريات بتقدم طلب وتفصيلات، هم بيرفعوا لإدارة الافتاء. الله يجزيك الخير. حياكم الله يا سيدي. يا مرحبا. نعود الى ما معنا من الاسئلة. الاخ عيد العيسى يقول يعني رمضان شهر مدرسة وتجد الناس عصبية المزاج فيه، وإحنا دائما نحث الناس ونذكرهم أنه أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب، بس لا تغضب، لم يقل له إلا لا تغضب. طبعا إحنا رح نعتذر للإخوة المشاهدين عن قبول أي اتصالات لضيق الوقت. يقول هناك بعض الناس يعطي السيارة لولده صغير يكون ويقود السيارة، وأحيانا يعني يقودها بطريقة جنونية ولا يحمل رخصة سوق، فهذا كله قتل للنفس سواء للسائق أو لغيره، وهم آثمون شرعا، وهذا لا يجوز حقيقة التفريط فيه. التمادي على رجال الأمن، أنا أبشرك الآن سيوضع حد لمن يتمادى على رجال الأمن، لأنه اللي بيتمادى على المعلم أو رجل الأمن فهذا يعني اقرأ على الدنيا السلام. رجل الأمن موجود لواجبات لتحقيق الأمن والمحافظة عليه، وهو ابننا ولا يجوز بأي حال، وهو خط أحمر، وأولئك الذين يؤذون رجال الأمن أو يسيئون إليهم لهم أجندة خاصة ولهم فتاوي خاصة، وهؤلاء ينبغي أن يوضع لهم رادع حقيقة يردعونهم فيه مين ما كان، والخاصة الذين يتوسطون لهؤلاء أيضا ينبغي أن يردعوا ويوضع لهم حد. الأخت أم طاها تقول الوالدة وضعت 3000 في صندوق الحج، إذا مضى عليها حول كامل فتقسم المبلغ على 40 وتخرج اللي هو 2.5%، فبكون يعني عليها 75 دينار. زوجها توفي، أسأل الله له الرحمة ولجميع موتى المسلمين. هل تخرج للذهاب لزيارة أولادها؟ خلاف الأولى، يعني إذا كانوا حول البيت ضمن حوش واحد ومنطقة واحدة تستطيع، أما إذا مسافة بعيدة فالأفضل أن يأتوها أولادها في مثل هذه الأيام ويكسبوا بركة دعائها والجلوس معها. الأخت أمل من معان، هل المكياج أو الميك أب يعني بفطر؟ لا ما بفطر، إذا كان للزوج وداخل بيت الزوجية، أما إذا كان
خارج البيت والخروج به والتجمل في الشارع، فهذا يؤذي مشاعر المسلمين، وبالتالي هي آثمة، وهو لا يفطر لكنها آثمة. الخمار كامل واجب أم لا؟ الخمار هو اللباس يعني الساتر الكامل في موضوع الحجاب، لكن العلماء يفتون بجواز كشف اليدين والوجه والكفين، فهذا يعني هو الأولى، وما عداه هو زيادة. الأخ فارس العدوان، كل الاحترام لك على هذه المشاعر الطيبة وعلى هذا التوجيه الطيب من الأخ أخونا الأستاذ فارس العدوان. أم أحمد الضمور يعني هي تقول منفصلة عن زوجها وتأخذ نفقة، ما دام أن الزوج يدفع النفقة عن هؤلاء الأولاد فيعتبر من ضمن نفقتهم زكاة الفطر عن كل واحد فيهم، والأولى أنه هو يزيد النفقة بمقدار زكاة الفطر. بتصلي التراويح، فوجئت أن الإمام يصلي كل 4 ركعات مع بعض، هذا خلاف الأولى. صلاة الليل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين ثم يسلم، هذا هو صلاة الليل. صلاة الليل وقيام الليل ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، وهذا اللي عليه السنة. أم نائل الكيلاني تقرأ القرآن بدون حجاب، جائز ذلك، ويعني الأولى بحجاب، طبعا هي في بيتها تستطيع، المهم أن تكون على طهارة، ولو قرأت بدون حجاب قراءتها مقبولة إن شاء الله وربنا يتقبل. تصلي التراويح بالبيت بقراءة الفاتحة فقط، الصلاة صحيحة، لكن لو زادت عليها سورة قصيرة أو آية ولو كررتها، يعني ممكن تقرأ سورة قصيرة واحدة مع كل الركعات، جاز ذلك. الأخت غنى تقول صلة الرحم، هذه القضية ليست جديدة، هذه القضية قديمة، أيام النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحد الصحابة وقال إن أهلي وأقربائي أحسن إليهم ولكنهم يسيئون إلي، فقال إن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل، أنت تأخذ من حسناتهم، أنت تتعامل بأخلاقياتك، تتعامل بدينك، وهم يعاملوك كما يريدون، أنت يهمك أنك ستقف بين يدي الله، ستقف وحيدا، ولذلك عليك أن تعمل بدينك وما يمليه عليك دينك. الأخ تامر الزعبي يقول سنة الظهر يعني ركعتين ركعتين ولا 4؟ يجوز أن تصليها 4 سنة الظهر القبلية. صلاة الوتر الكيفية 3 أشكال لها، يعني إما أن تصليها 3 ركعات مرة واحدة وآخر ركعة تتشهد وتسلم، وإما أن تصليها 2 ركعات وتسلم، وإما أن تصليها كصلاة المغرب، تشهد أول بعد 2 ركعات ثم تقوم وتأتي بالثالثة وبعد الثالثة تسلم. مقدار كفارة اليمين طبعا عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين أو إطعامهم أو صيام 3 أيام. أحمد جرادات يعني يقول ما زلنا نبكي، طبعا هذه رسالة لكل السائقين والمتهورين بقيادة سياراتهم، والضعفاء في قيادة السيارة أيضا يتبع المتهور، يعني إذا أنت ما بتعرف تسوق كيف تأخذ سيارة وتذهب بها سواء الرجل أو امرأة، فهذا فيه إثم. وهذه يعني الرجل يقول إني ما زلت أتلوع على طفله لي إنها تعرضت لحادث سير وتوفيت، ومثل هذا الرجل الكثر من الناس الذين فقدوا فلذات أكبادهم على الشوارع بسبب تهور السائقين وبسبب الإهمال والطيش، فهؤلاء يعني توجد في نفوسهم لوعة وتوجد في قلوبهم مرارة بسبب طيش طائش أو تهور متهور، فنقول يعني يتقوا الله في تصرفاتهم. ثم يسأل الأخ أحمد عن المفرقعات، هذه المفرقعات للأسف الشديد يعني يستخدمها الأطفال وخاصة في الليل، الناس بدها ترتاح، ناس بدها تقرأ قرآن، ناس بدها تقوم الليل والمفرقعات، وناس في مرضى، يعني في ناس مرضى
بعد أن ينام تأتي هذه المفرقعات، وأنا بعرف أن هاي المفرقعات ممنوع استيرادها، فكيف تدخل البلد؟ أين هي الجهات المختصة في هذا؟ كيف هؤلاء أولياء الأمور يسمحوا لأبنائهم لأولادهم أن يتصرفوا هذه التصرفات؟ سؤال أخير، رزان توفيق من عمان، السلام عليكم. ألو ألو، قطع، وأرجو يعني عدم قبول أي اتصالات لأنه الوقت قد أدركنا. فالمفرقعات هذه وما فيها من إيذاء لمشاعر الناس، إيذاء للناس، خاصة أنها تستخدم ضمن الأحياء السكنية، والأحياء السكنية هذه يعني سميت سكن في بعض البلدان، يعني يقال أنه ممنوع بعد الساعة العاشرة أي حركة، يقف جميع الناس، السيارات تقف، المحلات تغلق، ساعة عشرة يعني الساعة عشرة، إحنا لا عشرة لا 11 لا 12 سيارات، وخاصة كمان في أزيدك أخ أحمد جرادات، مكبرات الصوت هذه في السيارات، تمر السيارة كأنها دبابة، يعني أصوات عالية، ما بعرف يعني هذا كيف بيمشي في الشوارع. وأنا أهيب مرة أخرى برجال الأمن العام بعطوفة المدير بدائرة السير، إنه نظام استخدام الجوال هذا الخلوي وتصوير هذه السيارات المخالفة، وخلص بتجيه على الترخيص مخالفة ونزلت، حتى يتربوا كل الناس. أنا متأكد لو استخدم هذه الطريقة، طريقة المخالفة عبر أجهزة التصوير هذه من خلال الخلوي، لا يمكن تشوف واحد واقف مزدوج أو تشوف واحد مركب هذا السيستم أو الصوت العالي والسماعات. أنا مستغرب يعني ما بنصرع وجوات السيارة من هذا الصوت، تمر الساعة الواحدة، الساعة 12 في الليل، الساعة 3 الصبح أحيانا، وهو مشغل مثل هذه الأجهزة. يتقوا الله عز وجل، إذا إله أبو يردعه، إذا ما بردعه أبوه أو هو ما تربى تربية محترمة، الأمن العام يربون مثل هؤلاء من خلال المخالفات التي توضع على مثل هذه الإساءات. الأخت يسرى أبو راجوح تقول يعني عندي 4 بنات، ربنا يبارك فيهم إن شاء الله، تقول عندي شقة نسكنها أنا وهي وزوجها، وعندها شقة مؤجرة، تقول يعني لو وضعت هذه الأملاك والمال اللي في البنك باسم هؤلاء البنات، لا ما تضعي شيء في أسمائهن، إذا كان بحاجهن تستطيع أن تعطيهن شيء من المال يعني يحل مشكلتهن، أما تضع البيت في اسمهن وكله بأسمائهن، ما بتدري يا أختي الفاضلة يعني المستقبل شو مخبي. كثير في ناس سجلوا أملاكهم بأسماء الأولاد والبنات وهم الآن في الشوارع، ما بتعرفي أكيد لسان حالك الآن، تقولي بنات مربيات وما شاء الله عليهن وكذا، ما بتدري الظروف شو تغيرهن، بجوز تسجلي شقة باسم هالبنات ويطلع واحد من جيزانهن أزواجهن ويجبرها على البيع، وبالتالي نقع في حيصة بيص، وبكرة ما بتعرف بجوز تعيشي أكثر منهن. هاي الأعمار بيد الله، يعني ليست مربوطة أنه والله هذا أصغر وهذا أكبر، فالمال مالك، والله عز وجل قد تعهد بقسمته بعد موت صاحبه، ونسأل الله لك طولة العمر والصحة إن شاء الله. الأخ أبو العبد المشاقبة يقول صندوق الحج يعني وضع فيه 3000 ومضى عليه عامين، الآن عليك أن تزكي هذا المال لمدة 2 سنين وبيطلع عليه 150 دينار. الأخ محمد الخرشم الكرك يقول يعني أنه حلف يمين كان يركب مع أحد أقربائه أن يضع له بنزين في السيارة ورفض، ومع أنه حلف يمين يعني، فعليك كفارة اليمين إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تصوم 3 أيام يعني، أو تدفع لك طبعا 5-6 دنانير لفقير، وإن شاء الله ربنا يتقبل. طبعا هو بيقول أنه متقاعد من الدفاع المدني، وذكرنا له النظام في تقديم الطلب، وأن يأخذ من الشمال 1، من الوسط 1، ومن الجنوب 1. ربنا يوفق الجميع،
مشاهدي الأكارم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة الغد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحة.